أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يعني هذا أنه منهم في الكفر؟ يحتمل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أقل أحوال الحديث أنه يدل على تحريم التشبه، أقل أحواله، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه. والتشبه أقسام، منه ما هو كفر كالتشبه بهم في دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كفر، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالبناء على القبور، هذا كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك، ومنه ما هو معصية كالتشبه بهم في اللباس وفي حلق اللحية وإطالة الشارب، هذه معصية محرم لكن لا يقتضي الكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ومن التشبه ما هو مكروه كالتشبه بهم في ترك صبغ الشيب، هذا مكروه لأن الشيب ليس من صنعهم وإنما هو من صنع الله، لكن أمروا بتغييره فقط، بتغييره بغير السواد لأجل مخالفة اليهود، لأن اليهود لا يصبغون. نعم، هذا للكراهة ما هو للتحريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولذلك بعض الأئمة وبعض كبار العلماء لم يصبغوا، لأن الصبغ ليس بواجب، يعني لم يصبغوا، لم يغيروا الشيب، لم يغيروا الشيب، لأنه حملوا على أنه للكراهة وليس للتحريم. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ ابن سعدي وكلهم لم يصبغوا. نعم.